ديالي في هذا الاتفاق كاين الحرب من الزويت، فلهذا كما قلت لكم الدوله نجاح كبير للبطولة. إذا الحوار جد مهم في القطاع الخاص والقطاع العام فوق واحد السنه المقبله ان شاء الله. وتم سبتمبر وفي ماي الجاي واش يمكن لينا نديرو، تكلمنا عن المرأة كذلك انه وجدنا الاتجاهات اللي كتخدم لان الواقع نتمنى على الله اننا ما نعاودوش نجبدوه اللي كنساو معكم يعني يعني قاموا بواحد الدور كبير معكم في واحد المقاولة تاع هي في السيد ان اهنئ السيد رئيس الحكومة في المفاوضات وليس الحوار، فهي كانت مفاوضات لأن هذه المبادرة حسنة باش كنجيو الثقة وهي اللي دفعات باش نوصلوا لها. ومن جهتنا كذلك هذه المقاطع كان الحوار يتعثر ويدوم وراء احنا عارفين بأن عندك السبب ديال على مدى ارتياحنا المسلط على النتيجة القضايا الحقيقية اللي كتنطبق الشركة المغربية صحيح خاص تكون هاد الثقة اللي بدينا بها نستمروا فيها. وعيدكم مباراة سعيد ونتمنى ان شاء الله الدول اللي مع السيد مثال ثقافة التعاقدات الاجتماعية بالفترة ديال الامتحان مدى قدرتنا. اعتقد اننا توفقنا القدرة والارادة ديال جميع الاطراف. جاء العديد من الخطابات جات الملك اللي تكلم عن وزراء الوزراء الاولين مع الى il s'est fait surtout dans des économies de ولكن الحمد لله هادشي اللي تحيد العفو كاملين يطلع البيوس من جنان هنا؟ هذا؟ هنا؟